توفر الدراسة الإكتوارية لصناديق التقاعد فرصا مستقبلية تعود بالنفع على المتقاعدين والأجيال القادمة وتسهم في الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية. نتعرف من خلال التقرير التالي على أبرز ما جاء في الدراسة الإكتوارية. الدراسة الإكتوارية التي قدمت إلى الحكومة الموقرة سلطت الضوء على عدة تحديات كان من الممكن أن تتسبب بإفلاس الصناديق لولا التدخل الحكومي السريع لمعالجة تلك التحديات والخروج بأقل الأضرار والخسائر وحفظ حقوق المتقاعدين. وفي ملخص هذه الدراسة خلال المراجعة الإكتوارية للصناديق التقاعدية والتأمينية مجموعة من النقاط، أبرزها أن العجز الإكتواري لسنة 2015 أوضح أن النتائج تقدر بسبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار وسنة نفاذ الصندوق العام 2028، أما الخاص فكان عام 2034. أما العجز الإكتواري لسنة 2018 فكانت النتائج بأربعة عشر ملياراً وثلاثمائة وثمانين مليون دينار وسنة نفاذ الصندوق العام 2024، أما الخاص فكان عام 2033 بمعدل انخفاض لأربع سنوات للصندوق العام وسنة للصندوق الخاص. وفي حال عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن فسيكون هناك عدم قدرة على دفع معاشات المتقاعدين الحاليين الذين سيحالون للتقاعد بحلول 2024، وسيؤثر ذلك على أكثر من 95 ألف متقاعد ومتقاعدة وأكثر من 140 ألف موظف وموظفة يعملون حاليا في القطاعين العام والخاص. هذه الدراسة تزيدنا عزما وإصرارا على تكثيف جهودنا الوطنية وتكاملها وتحويل مختلف التحديات بتعاوننا إلى فرص مستقبلية تعود بالنفع علينا وعلى الأجيال القادمة.